طيب النهارده بقى هنعمل وصفه فريك معمر. احنا متعودين على الفريك اللي باللحمه، طاجن فريك كده باللحمه، النهارده هنعمله معمر. تعالوا مع بعض نشوف الفريك المعمر عباره عن ايه. انا هنا نقع الفريك بتاعي في ميه، وطبعا لو هو مستوي هنبتدي نعمل الخطوات اللي انا هعملها دلوقتي. عندنا لحمه مسلوقه، عندنا مرقه، عندنا لبن، عندنا قشطه، عندنا بصل، عندنا ثوم، عندنا جوزة الطيب مع السبع بهارات، عندنا كمان سمنه بلدي ومكعبات من المرقه. خلاص، اول حاجه هعملها ان انا هجيب البوله عشان اتبل الفريك. هتبله بقى بالبصله المبشوره. خلاص، ده انا بس شايفه ان هو ماشي، ده انا شايفه بس ان هو كتير شويه، فهحط ايه، خلي بالكوا الفريك من الحاجات اللي بتنفش. طيب نحط بقى، نتبله بايه؟ بالبصله المبشوره. نقول المقادير تاني، هنحط عليه بصله مبشوره، ثوم مفروم كده، ونقلب البهارات، ونقلب مع الملح والفلفل من اساسيات الرز او الفريك المعمر. ملح، فلفل، بصل مبشور، نجيب الملح والفلفل، ملح مش كتير عشان لسه هحط مكعبات مرقه، ماشي، فلفل اسود، ونقلب معلقه من السمنه البلدي، نقلب عشان كله يختلط ببعضه كويس قوي، لبن، طيب اهو انا هتبله بقى شويه كده. حطيت هنا، حطيت فريك منقوع، حطيت بصله مبشوره، حطيت ثوم مفروم، حطيت ملح وفلفل اسود، السبع بهارات اللي معاها جوزة الطيب، حطيت كمان اللبن، هسيبه كده شويه مع السمنه البلدي. هنا بقى هجيب طاسه هحط فيها معلقه زيت، ماشي، واللحمه المسلوقه هحمرها، الزيت سخن جدا جدا جدا، استنى بس كده يبرد شويه عشان ما يحرقليش اللحمه بتاعتي، مفيش حاجه تيجي على ايه. وهتبلها بملح وفلفل والبهارات مع حبه ثوم كده، باقيه توميه واحده مفرومه كده مع اللحمه. بصوا بقى، بصوا دلوقتي اللحمه اهي بنشوحها كويس قوي، هنحط عليها ملح وفلفل وبهارات. خلاص اهي شايفين، بصوا بقى لونها ايه، احنا عايزين اللون ده، احنا عايزين اللحمه اللون ده. هطريها بايه بقى؟ هطريها بالمرقه واللبن. خلاص هتبقى طريه جدا بالمرقه واللبن. هنرش اهو فلفل اسود، نرش ملح، اول حاجه هحط لها المرقه، واللبن، طيب احط بقى مكعب المرقه، ما بتاخدش وقت معانا خالص، دي حلاوتها، سواء الفريك منقوع او ان هو اصلا مستوي مش هياخد وقت خالص، لان اللحمه مسلوقه، الفريك هناخد له غلوه واحده بس على النار عشان يبقى طري شويه. بصوا الفريك اهو، هحط له بقى المرقه، كل ما يبقى طري كده وجوسي كل ما يبقى حلو قوي. تمام، نسيبه كده يغلي. كده عملنا ايه؟ تبلنا الفريك بالبصله المبشوره مع ملح وفلفل اسود مع البهارات، سبع بهارات وجوزة الطيب. خلاص، وحطينا كمان اللبن زي ما انتم شايفين اهو، وحبه مرقه، وهنسيبه لحد ما يغلي يعني غلوتين ثلاثه كده عشان اتاكد ان الفريك
طري خالص قبل ما احطه في الفرن. اما اللحمه المسلوقه اهو شوحناها كويس جدا بالزيت مع اللبن والملح والفلفل، واحط لها دلوقتي سمنه بلدي. نحط بقى السمنه البلدي عشان نضمن ان ايه، ان الدنيا كده يبقى طعمها حلو. ايوه كده الريحه ابتدت تطلع حلوه قوي. المقادير كمان اهي عشان الناس اللي ايه لسه صاحيه وفاتحه التلفزيون دلوقتي. يلا بقى نبتدي. كويس ان احنا اتاخرنا شويه في نبتدي بقى نحط ايه. طيب يلا بقى كده. ايوه خلوا بالكم كميه اللبن ما تخافوش منها، كل ده هيتشرب. انا اهم حاجه عندي ان الفريك يبقى طري، فده مهم جدا عندي. احط بقى كده الايه اللحمه. نحط بقى اللحمه بالطريقه دي. بصوا طيب، بصوا بقى كده شويه فريك هحطه عشان ايه هدخله الفرن. اخر حاجه بقى هنحطها ايه؟ القشطه البلدي. طيب مفيش قشطه بلدي يا غاده، نحط كريمه. مفيش كريمه حطوا ساور كريم هتبقى حلوه، بس احلى حاجه القشطه البلدي. مفيش قشطه بلدي نطلب السوبر ماركت نجيب قشطه عرب عادي خالص هتبقى حلوه قوي برده. ماشي بس ايه اوزعها كده.